حياكم الله أعزائي المشاهدين، وتحية طيبة نبعثها لكم. أقول لكم باسمي وباسم العملاء والزملاء في برنامج إليكي، نقول لكم نقدم لكم أحلى تحية من برنامج إليكي في باقة متنوعة من الفقرات الحوارية المفيدة والمثرية بإذن الله. نقول لكم مشاهدين، اليوم موضوعنا راح يكون عن مسألة قد تعتبر نفسية أكثر مما هي حقيقية أو أنها تلامس الواقع، وقد تكون وهمية أو خيالية. عبارة قيل بأنها قد استغلت من قبل الكثيرين، سواء من قبل الرجال أو النساء. مسألة لما أقول أنا مريض أو أنا مريضة ما أقدر، هذه مسألة يعني للأسف اتخذها الكثير من الناس، وذلك للتخلف أو للابتعاد عن أداء واجبهم الاجتماعي أو الأسري والوظيفي كذلك. مسألة أو عبارة أستغلها وأقول أنا ما أقدر لأني مريض أو مريضة، أو للتخلف عن أداء واجبات أخرى وأقول عبارة لا أستطيع أو ما عندي حتى لا أؤدي بعض واجباتي الحياتية أو الاجتماعية، فهذه كلها بالتأكيد ستؤثر سلبا على حياتنا وعلى عطائنا أيضا بالنسبة للناس اللي حابة تستفيد منا ومن دورنا، سواء كنا يعني كنت رب أسرة أو كنت موظف في دولة. فإذا كيف نخدم هذه الأسرة أو هذا المجتمع إذا أنا كنت أبرر وأقول لا أستطيع لأني مريض؟ راح نناقش هذا الموضوع ونرى طبعا يعني نتائج السلبية كيف تكون، ولماذا هذه الأسباب، ليش أنا أقول أنا مريضة ما أقدر. راح نكون إن شاء الله في حوار مثري ومفيد من هذا الجانب، ولكن مو قبل ما نشوف معاكم سلة حواء ومن ثم لنا عودة. أرحب فيكم اليوم معي أعزائي المشاهدين في فقرة سلة حواء، اللي نتكلم ونتحدث فيها عن كل ما يخص صحة المرأة من تغذية واستخدام مكملات غذائية أو أعشاب وبعض المواد التجميلية. وإن شاء الله بكل يوم راح أرشح لك منتج تضمينه لسلتك يكون فيه فايدة لك شخصياً أو لعيالك. اليوم راح نتكلم عن الرويال جيلي. الرويال جيلي هي مادة حليبية تفرزها غدد النحل العاملات، وتعتبر مادة مغذية للنحل الصغار فترة ولادتهم، وبعدها النحلة الملكة تتغذى على هالمادة الحليبية. معروف ان النحلة الملكة هي مصدر الاخصاب والتكاثر بالخلية. الرويال جيلي يحتوي على عدة مواد وفيتامينات مغذية لهالنحلة. من هني جات فكرة استخدام الرويال جيلي عند الإنسان، لأنه يمد بالمواد الغذائية المهمة للخصوبة. ما في دراسات واضحة على هالموضوع، لكن الدراسات الموجودة أثبتت أن استخدام الرويال جيلي ممكن يقوي الخصوبة عند الإنسان، بالأخص عند الرجل، لأن فيها تأثير قليل على الحيوانات المنوية. لذلك اللي يعاني من عدة مشكلات في الإخصاب أو في العقم ممكن يستخدم الرويال جيلي، بالإضافة إلى استخدام الأدوية المعينة أو بعد استشارة الطبيب. الرويال جيلي أفضل نوع منه أنه يكون سائل، لأن إذا تحول إلى بودر ممكن يفقد بعض خصائصه العلاجية. لذلك اليوم في منتج راح أرشح لك يا الضمينة لسلتك، هو عبارة عن رويال جيلي سائل يستخدم يوميا بشكل مستمر. إن شاء الله يكون فادك هالمنتج اليوم. خليك معنا الفقرات جاية من سلة حواء ومنتج جديد. مع السلامة. Thank you.
اليوم رح نتعرف على ما هو الفرق بين الأوزان الحرة والأجهزة خلال ممارستك لتمارين الأثقال. طبعاً الأجهزة هي المعتمدة لممارسة الأثقال، هي طبعاً اختصاصها للعضلات الكبرى، يعني العضلات المطلوبة. وانتي بتشتغلي على الجهاز، فانتي بتحدي بس استعمال العضلة المعنية والمباشرة لهدف الخاص، مثل عضلة الصدر، عضلة الرجلين، عضلة الإيدين إلى غير ذلك. لكن العضلات الصغرى فهي ما تشتغلش. بينما استعمالك للأوزان الحرة يساهم في تشغيل العضلتين، العضلة الكبرى والعضلة الصغرى، وبالتالي الإفادة تكون أكبر. لكن لابد من الاهتمام بنوعية البرامج في استعمالك للأوزان الحرة. طبعاً لك كل الاختيار في التنويع في برنامج التدريب، أم استعمالك للأجهزة فطبعاً محدودة. هون لابد من التركيز على الإيجابيات والسلبيات للأجهزة والأوزان الحرة، ولابد من أخذ الاعتبار في كيفية حسن الاستعمال وحسن ترتيب البرنامج. لك مني كل الاحترام، شكراً، شوفكم إن شاء الله بالحلقة المقبلة. ونبدأ معكم الآن حوارنا لحلقة اليوم. أعزائي المشاهدين، عبارة ما أقدر لأني مريضة، بس أنا بصراحة ماني حابة أن أحصرها فقط بالمرأة، خلنا نقول بشكل عام. لماذا هذا التهرب من مسائلنا أو التزاماتنا الاجتماعية والوظيفية ونتحجج ونبرر بأننا مرضى؟ يفيدنا اليوم إن شاء الله في هذا الموضوع الدكتور عدنان الشطي، استشاري نفسي. حياك الله معانا دكتور عدنان، شرفت القناة وأنت مو غريب. الله يسلمك، أنت ولد الدار على قولتهم. الله يسلمك، كلكم خير وبركة، الله يوفقكم. الله يعطيك العافية وتقبل الله طاعتك وصيامك بإذن الله. الله يسلمنا منكم جميع المسلمين إن شاء الله. الله يخليك. يعني بداية دكتور عدنان، لماذا تدعي المرأة بأنها مريضة؟ عشان ما تداوم. الدوام أول شيء. المواطن الكويتي شعاره إني شلون أنحاش عن الدوام، شلون أتهرب من الدوام. وماذا عن بيتها أو أمام زوجها، لأنها أيضا تدعي هذا الأمر أحيانا. يعني قدام زوجها هي نية ما فيها شيء، في قدام عيالها تصرخ وتلعلع وتكفخ وتطق وتروح وتيجي وتزور وتضيع جميع مالها حق الدوام. فهموا علي يا جماعة، أنا مريضة ما أقدر أجي اليوم. طيب السبب دكتور ما ممكن يكون بسبب الضغط عليها، لأنها مضغوطة، يعني خاصة لما تكون موظفة وكذلك هي ترعى بيت وأسرة وأولاد، يمكن هي تبرر لأنها تريد يعني استراحة من هالحياة المليئة بالمشاغل والتعب اللي عليها. يعني أنا يشرفني أني كنت من أوائل الناس يقدموا دورة بالثمانينات اسمها المرأة بين العمل والمنزل أو الأم العاملة. هذا موضوع آخر، أني أنا كوني عندي مسؤولية قوية في البيت وأنا ما أهمل هالمسؤولية، مسؤولية شايدة. بس في نفس الوقت أنا وافقت بطيب خاطري بإرادتي أني أعمل، والعمل مترتب عليه مسؤوليات وفي ناس ثانية متعلقين بعملي. أكيد. فبالتالي أنا ما أقدر أقول بس لأني أنا مضغوطة بالبيت أهمل عملي. أنا من منادين أن المرأة إذا عندها عيال وبتربي عيالها تقول حق الشغل باي، أقعد بالبيت وارتاح. الوقت اللي عيالي موجودين يطلعوا لي عيون. مو قادرة تنسق ما بين. إذا ماني قادرة أنسق الأولوية حق بيتي وعيالي. نعم. ومعظم الحريم إذا عندهم ياهل معقولة يقدرون يسقون بين البيت والعمل، اثنين يجوز، مع الثلاثة صعبة. مو هي سوبر ومن على قولتنا. ما تقدر، فبالتالي لا.
ريحي عمرك، دير بالك على صحتك. فانت ما تقدري بين البيت والمنزل والعمل، اعطي اولويه، منو اولويتي؟ هذا اول نقطه. للاسف انا ما اتهم المراه في الظاهره. الدوله في الكويت من يجوز انا ما عندي اي احصائيات تخيلي حسب خبرتي العالميه او يعني ما رحت اشتغلت في اماكن عديده. نعم. احنا من أسوأ الدول في الاجازات المرضيه. انا اعتقد العام تقرير الخدمه المدنيه العام الماضي ان عدد الاجازات المرضيه اذا ماني غلطان بالمئات الالوف وليس بالالاف حتى، اذا ماني غلطان ما اعرف احصائي. اشوف الكويتي من صغير في المدرسه روحي الامتحانات، وقت الامتحانات الطلبه كلهم صافين عند الطبيب. طالبات. نعم. مرضي باكر. البنت عندها اعذار خلينا نقول بيولوجيه فيزيولوجيه عشان تقيب. الولد شنو عنده اعذار ما ندري. نعم. اذا هو المشكله من الاساس يعني بالتربيه، اذا تربى من الصغر والاهل يسكتون عننا، يهمل دراسته ويتغير. تحمل مسؤوليه شيء اسمه دراسه، اليوم امتحانات عيالنا. نعم. يدرسون ما يدرسون. بروح طق كذي اسلم عرفي باكر امتحان ثانويه عامه، وين مسؤوليتك؟ نعم. فاحنا ما نعلم عيالنا ان العمل مسؤوليه. اكيد انا قبلت الكبر راح يتعود على العاده هذه. إيه؟ طيب دكتور عدنان، انا بصراحه حابة يعني اتكلم معاك نقطه نقطه. نبتدي من البيت. الزوجه اذا ادعت هذا المرض امام زوجها، يا ترى كيف يؤثر هذا سلبا على علاقتها بزوجها؟ او حتى يعني تاثيرها على ابنائها في البيت. طبعا هي قدوه. يعني امهاتنا الان بس امهات تطبخون يغسلون معي، اليوم الام هي نموذج البيت، اللي هي المراه العامله مثل ما قلنا، جامعيه، تسوق سياره، عندها تفكر في مستقبل عيالها، تفكر في مستقبل بيتها، تنظم بيتها. فالولد والبنت يطالعون امهم على انها قدوه في البيت وليست امراه تطبخ او تغسل او اداء وظيفي، لا. فانت اذا شافوك عيالك يستعذرين بكثره وبطريقه فظيعه اكيد حيمشون على الاقل جزء منهم حمشي وراء نمطك. فبالتالي اول شيء، الشيء الثاني المراه عشان تقيب تكذب. فهل تعتقدين زوجها باكر لما تقول له عذر يقول انا اعرف كذابه، بس انت اكبر كذابه. تعاطي الزوج مع الزوجه. انا اعتقد معظم الازواج يعني للاسف في الكويت مثل زوجاتهم، اثنيناتهم يكذبون بالدوام فبتقبلها. بس في الحقيقه يعني بس في البيت يعني كعلاقه اجتماعيه دائما انظر للمراه اللي ما تؤدي واجبها على انها امراه كسوله رباديه، احنا نسميها بالكويت تعبانه. يا ترى شلون راح تكون رده فعله تجاه الموقف هذا؟ دائما سلبيه اكيد بالاخير. يعني هذا العذر يخش لها لما تصير مشكله بينه وبينها وبيقول لها انت ما تؤدين واجبك، كلها غايبه، كلها نايمه، فيدورها كعذر لها انك تؤكد ان شخصيتك ليست قويه او 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 مو مو مو, مو صادقه مع نفسك ومعنا، انت كلها تقيمين الدوام تكذبين وانا عارفك. والاهم هو الصدق بالحياه بالتاكيد دكتور عدنان. إيه؟ ونطلع معاك ان شاء الله في فقره الصحه زينه، ومن ثم لنا عوده مشاهدينا. حياكم الله مع نصيحة جديدة من ضمن فقرة الصحة زينة. صحتك إن شاء الله راح تكون وايد زينة إذا سمعت النصيحة اللي بقولها اليوم. فترة شهر رمضان الساعات قاعدة تمتد فيه وايد خلال السنوات الأخيرة، فنحتاج أن نأخذ كمية ماء ممتازة عشان تعيننا على الصيام مع ساعات الصيام الطويلة، خصوصا بعد رمضان قاعد يصير فترة الصيف، فأجسامنا هم قاعدة تفقد سوائل. زين، شلون نعوض السوائل؟ طبعا بقول لكم شرب ماء، بس في مراجعين من احنا كأخصائيين تغذية أو دكاترة لما نقول لهم شرب الماء يقول لي شغلتين، يقول لي ما أحب الماء أو يقول دائما أنسى، مع أن أعطيهم نصائح أن أقول له حاول خلي الماء حواليك، مع هذا للحين ينسى. زين، شنو الحل؟ بتقول لي شنو نسوي عيل؟ راح أخليكم اليوم تاكلون الماء. شلون ناكل الماء؟ الماء ممكن أنك تاخذه عن طريق الأكل. في عندك أكلات احنا راح نركز بأكثر من صنف من الأكلات. اليوم راح نحط تركيزنا على الفواكه. الفواكه هذه اللي تشوفونها قدامي نسبة الماء اللي فيها تساوي 80%، بعضهم حتى ممكن توصل لغاية 90%. أنا بس وسعت معدل نسبة الماء عشان يكون في تنويع للفاكهة. إن شاء
فسبحان الله اذا احد عنده حساسيه من بعض انواع الفاكهه الا في بدائل ثانيه. فنرجع حق الفواكه هذه اللي تشوفونها عندنا بالاطباق، البرتقال والنوفيليا بعد بدعوا قصوا لنا اياها بطريقه ممتازه صارت تشهي على الاكل، ممكن تحطونها كوجبه خفيفه راح تكون وايد ممتازه وصحيه. فعندنا البرتقال، الخوخ، الرقي او الجح على ما تتسمى مناطق ثانيه، او حتى الحبحب، عندنا التفاح، العرموط، الروزبري او التوت الاحمر، الفراوله، الرقي هم موجود مره ثانيه، واخر شيء عندنا الاناناس. فالفواكه هذه حرصوا انكم تاخذونها كوجبه خفيفه فتره شهر رمضان، ممكن تاخذونها كوجبه خفيفه من بعد ساعتين من الفطور، شديد تكونون اعطيتوا جسمكم كميه ماء ممتازه، طبعا غير الالياف والفيتامينات والمعادن. طبقوا النصيحه هذه عشان ان شاء الله صحتكم تكون زينه ورمضانكم يكون صحي. بعد ما شفنا معاكم طبعا فقرة الصحة زينة، نقول لكم أيضا الصحة النفسية زينة إذا كنا صادقين في حياتنا مع أنفسنا ومع الآخرين. دكتور عدنان، ماذا عن التخلف عن الواجبات الاجتماعية والزيارات؟ أحيانا تدري يعني ما شاء الله احنا نمر في مناسبات اجتماعية كثيرة، ولكن ندعي أيضا كذلك بالتمارض أو ندعي بحجج أخرى حتى نتخلف عن تلك المناسبات أو أداء واجباتنا الاجتماعية، فيا ترى ما هي ردة فعل المجتمع تجاه هذا الموضوع؟ أنا ما سميت تمارض كثير، أنا عندنا الكويت تمارض إلى لا نهاية، إنفينيتي يعني ليست لها حدود. نعم. للأسف الكثيرين حتى عندنا بطلبة الجامعة وهذا إحنا نعانيها، فأنا متأكد هذا اللي أنا أشوفه في صفي، نشوف كثير من الأحيان دائما الكويتي عنده عذر ليش يغيب، ليش تأخر، إذا غاب عنده عذر مرضي نمبر 1، أنا مريض، أنا مزكم، أنا منشول. الحين طلع بعد في عرس وطلع في عزيمة، هذا ما يقولونها لك إلا إذا عرس أخوي أختي كذي. نعم. يقولونها لك مرة واحد يقول والله عرس أخوي، يقول أنت شكو بعرس أخوك وأختك، أخوك بيعرس أنت شكو. نعم. لبس بدلتش روحي، ليش تغيبي للصبح يعني؟ ايش علاقه الصف في عرس هو غياب قبل بيوم، يا ريته بعد قبل اسبوع بس. قبل اسبوع احنا واحد يقول والله احنا بدو قبايل احنا لازم نقعد مع عروستنا، وانا شكو انا عندي محاضره ماني هذا التزام بالعمل المفروض خلاص يعني التزام. وبعدين بعدين يجيك العذر الثاني دائما تاخي، ليش زحمه سيارات؟ نعم هذا الشيئين هذا من تشريب الكويت، يعني لو تروح حق اي موظف او مسؤول يقول دائما يجي لي واحد يقول لي انا والله زحمه سيارات، وانا ايش علي منك؟ انا مريض، وانا ايش علي منك؟ العمل ما له علاقه بمرضك. نعم. مرضك له علاقه فيك، ما تي تاخذ اجازه من رصيدك. فالطالب انا ايش حقه مكروه؟ لاني انا اقول حق الطالب ما تجيب لي اجازه مرضيه من المستوصف، نقحها واشرب مايه، ما اعترف فيها. انت الجامعه اعطيك 3 حصص تخيب، احسب حسابك طول السنه ما تخيب، تخش حق مرضك. هو من ناحيته يراها بان هي ستحقق له راحه في الحياه يوميه. هي. نعم، والابتعاد عن مسائل العمل اللي ممكن تاذيه او تعبه او تجهده بالنسبه له هو يعني ولفكره. ولكن نتكلم من الجانب الاخر الذي هو يعني لا يعيه هذا الشخص، يا ترى لما يعني يكون هذا سلوكه بشكل مستمر شلون تكون علاقته بالمجتمع، في اسرته، بالناس؟ احنا نبي هذا النقطه نركز عليها. احنا هذا يجوز عنصر مهم في عدم وجود الانجازيه في المجتمع الكويتي، خلينا معك صريح يعني، لان مو بس انا مريض او 10 او 100 موظف مرضى والمليون موظف الحمد لله يدامون مستمر عملهم، لا للاسف اللي يدامون 100 1000 2000 جزء من جزء من القوه البشريه في خصوصا في الحكومه، والاخرين لا مفتلتين من هالدين. فبالتالي الانجاز في الحكومه او في المناطق او في المرافق الحكوميه تعبان، يعني تروح اليوم حق مكان يقول والله ما ادري الموظف مال ماسك المعامله غايب مريض. يعني انا صارت لي مرتين هالاسبوع، هذا الاسبوع هذا احنا فيه. نعم. اتصلت في مكان خلص يقول لا والله ما ادري وين المعامله، لان اللي يشتغلون معاي متغيبين. هذه مشكله يعني، عطلتوا معاملات العالم بسبب التمارض او الاشياء. الحكومه ما في انجاز،
قالوا لنا الحكومه الالكترونيه الله بالخير. وين وين الحكومه الالكترونيه؟ ذاك اليوم انا قلت يعني اقول شيء مثلا رحنا حق خدمه المواطن. نعم. رحنا مكان فلاني المسؤول يقول والله اسف المسؤول عن استغلال الجواز مو موجوده غايبه. رحنا المكان الثاني غايبه. رحنا الى فرع خدمه المواطن بعيد عن بيتنا. ليش؟ حكومه الكترونيه بعد 20 يوم تعال استلم معاملتك. احنا بالثمانينات تستلم جوازاتنا في امريكا، يعني الامريكان يستلمون جوازاتهم خلال يومين بالايميل. نعم. ويستلمون جوازهم بعد يومين ثلاث ايام، هذا بالثمانينات. اذا هذا معناته يعني خلنا نقول دكتور عدنان يعني حتى من ناحيه دينيه انت ما راح تاخذ الثواب لانك برضا الكريم هذا قاعد تعطل مصالح الاخرين. طبعا وهذا فيها ذنب واثم عظيم يعني ترى على الانسان وعلى الشخص. انت قاعد تستلم معاش. نعم. على تروح تداوم. اي والله حلل معاشك يعني. انا عفوا حتى انا انتقد جزء الديوان الخدمه المدنيه والحكومه اللي تقوله ان الانسان اذا غاب ليش تعطيه مرضيه؟ في كل دول العالم من رصيد اجازاته. لا تجيب ورقه للطبيب ولا تروح ولا تي ولا حد يختم لك، خلاص غبت غصبا عليك من طيبك لاسباب خارجه عن ارادتك، بس غبت من رصيد اجازاتك. ايش حق ما اعطيك اجازات عشان تغيب فيها؟ لا هو يبي رصيد اجازاته ويبي يقيم فوق رصيد اجازاته. بعدين شوف شيء فوق رصيد الاجازات. انت غبت غصبا عليك، اختم حسابك. نعم. اذا هذا من الناحيه الوظيفيه دكتور عدنان. ماذا عن يعني بالاثار السلبيه التي ستترتب عن التخلف عن القيام باداء الواجبات الاجتماعيه؟ انا قلت انا العلاقه شلون راح تكون؟ شوف انا قلت سبب وانا عانيها، روح دخل تويتر عدنان الشطي الله يطفي عسر وحازم وما يتفاهم ولا تاخذين عنده تشحقه لسبب واحد اني انا حازم في الحضور. لانك ملتزم. اي حازم بالحضور والوقت. فتخيلي ان لما يكون الانسان ينتقد لانه ملتزم بالعمل. نعم. هم يبون دكتور ادخل عليك بديوانية ادخل اي وقت واطلع. هذه التربيه اللي احنا قاعد نربي عيالنا عليها، مو بس معي انا، مع كل الدكاتره، مع كل الجامعه، مع كل الموظفين. نعم. انا بموظف الساعه 8 ربع اطق الكيت، لا انا بي الساعه 9 الا ربع وتفهم علي، فهم لي، عطني استئذان، عطني. النمط السائد في دوله الكويت الكسل، التكاسل. شلون انا اربي جيل منتج اذا قاعد اعلم عيالي وانا قدوتهم بهذا الشكل؟ هذا اول شيء. الشيء الثاني انا في رمضان الكريم علينا وعليكم ان شاء الله، شلون انا اكذب على ربي؟ دائما احب اركز يعني ايضا على مساله البيت الاسره لان هم اساس المجتمع، لما يطلعوا لك من هالبيت الان يذهبون الى البيئه الخارجيه، الى العمل، الى الدوله، الى فالبيت دائما هو الاساس. نتكلم عن مساله عاطفيه الان. قد تكون المراه تتعذر لانها تبي تكسب يمكن تعاطف زوجها. لما تدعي المرض ممكن تبي يشعر فيها ان هي تعبانه وتبي مثلا يشاركها بمسؤوليات الحياه او تربيه الاطفال، ف ما نقف معاها في هذه النقطه نوعا ما؟ بلى هي تدعي ولكن على قولتنا الادعاء حلو يعني. لا 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 يعني غطي ليولك على قد الحافك على قولتنا، المراه عندها قدره وعندها طاقه معينه. نعم. ما تقدر اكثر منها. المراه عندها اربع ياهال، واحد تغير حفاظته، واحد درسه رياضيات في ثاني متوسط، اكيد هذا تفاوت كبير. نعم. في دور على الزوج، تبي تدرس او تبي تغير حفاظات كيفك، بس تخفف عن العب. فاكيد او بدون خفف من الديوانيات انه خليك متواجد بالبيت. أي. مع يعني عيالك. أي. انا اعرف اصحابي بدايخين مع عيالهم لان فعلا مسؤوليتهم كبير مع عيالهم، فمساعدين زوجاتهم. نعم. عدل انه والله انا الوقت الامتحانات اقعد اقضي وقت اكثر مع عيالي. نعم. في اوقات معينه اكون في بيتي حق اخفف الضغط على زوجتي. المرأة مي سوبر وومن يعني، قولتها بالأخير المفروض أن الزوج والزوجة يتساعدون في أني أعطي فرصة حتى زوجتي للحق تطلع وتعيشها وتقعد ببيت أهلها. نعم. مرة بالأسبوع على الأقل تغير جو من العيال، فهذا وظيفتي. فأكيد الزوج عليه مسؤولية. نعم. أن حتى لو المرأة مو مريضة بعد. نعم. يقوم معاها، ما بالك إذا كانت مريضة يعود أمكم مريضة اليوم ما نبي عيشها، أمكم مريضة خلينا نطلع إحنا كلنا، خلي أمك ترتاح بالبيت. زين. نعم. فأعلم عيالي أني أنا حنون على زوجتي مثل ما أنا حنون عليهم. والحياة تعاون بالتأكيد والصدق هو أهم شيء. إيه. نعم. الله يعطيك العافية على إفادتنا وعلى هذه النصائح في هذه الحلقة. الله يوفقكم إن شاء الله والله يتقبل طاعتكم. إذن باسمكم مشاهدينا نشكر الدكتور عدنان الشطي استشاري نفسي، ونشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.